جبتك يا عم عيني. لقيت ناكل احنا ما هنحب ونسهوك في الايام السودة دي. بقولك ايه والنبي يا حبيبتي؟ نعم. تاخدينيش معاكي لحد طابونه ايش ايش؟ لا ايش ايش مين الوقت؟ ده احنا في نص الليل انا مشتغلش متاخر. ما احنا عشان في نص الليل واحنا ولايه زي بعض، وانا ما صدقت اني لقيتك. وصليني بقى والنبي. واللي انت عايزين عليا ليك اهو. استغفر الله العظيم. ماشي زي بعض، اركبي يلا. الهي يسترها معاكي يا رب يا اميره يا بنت القمر. ده انا واقفه بقالي ساعه ومش قادره امشي، وخايفه كده اركب مع حد كده ولا كده في التوك توك في العتمه دي. ما تستعبطيش والنبي، ده انا بفضل طول النهار اتحايل عليكم عشان تركبوا معايا، وانتوا اللي بتحبوا تشاوروا للرجال. ما تحرمش منك يا أميرة. خدي يا حبيبتي. ايه يا أبلة ده كتير قوي يا أبلة. لا يا حبيبتي ما يكترش عليك. لو النعمة كتير طب خدي الباقي يا أبلة، خدي الباقي ده كتير، ده كتير والمصحف. على فين يا قمر؟ فين يا ما تخدش الموز ده كده يا دي بسكوتة ناعمة وعايزة شوية حنية. حنية؟ اوعى يا اوعى يا حنيه دي تبقى خالتك يا لا يا رحمه. اوعى ايدك دي ما تفتكرني بنت واد منك ليه. انت موزه جامده قوي اسود. اوعى يا واد بقول لك اوعى. يا دي بظبطها كده يا لا تنرجل من 10 ما عطيش زيك انت وهو ياض ولحم مر. لا يبقى ندوق ونحكم بعدين يا موزه. اوعى يا انا بقول لك ايه، اصحي فوقي يا بنت فوق بنت. اوعى تغلطي. اوعى استنى يا بقول لك ايه يا بنت، هو حلال يعني على الكهنه اللي اسمه غزال وحرام على الشباب اللي زي الورد؟ ما احنا برضه هنبسطك يا بنت، احنا شباب موزس. تعالي بس تعالي يا عمي، تعالي هجيلك من عند البيت. تعالي بس افهمك. هات هات الخطة يا بنت. هات الفول. عايز ايه يا لأ؟ عايز مصلحتك يا حبيبي. عايز ايه؟ ليه؟ عايز اقول لك. عايز اقول لك عايز ايه؟ بص مفيش حاجة، بص مفيش حاجة يا حبيبي. مفيش، انت ما تخافيش مفيش حاجة خلاص. خلصت خلصت يا ولد. مفيش حاجة يا بنت، مفيش حاجة. لا اله الا الله. ايه يا رضا في ايه؟ البنت عاطف قطع النفس وجسمها كله متقلق. مش ممكن عاطف دفا يا ام رد عليا. والله انا رجليا مش شايفاها. طمن يا محروس، بسيط ان شاء الله. استاذ يا دكتور بس يا رب تكون بسيطه، بس البنت قطع النفس خالص. ما تقلقش، تعالى بس انت كده اتفضل. هاتي لي جهاز الضغط والسماعه بسرعه. حاضر يا دكتور. ما تخافيش ما تخافيش يا امي ما تخافيش، انا محروس. ما تخافيش. اتفضل يا دكتور. رضا روح بسرعه. تعمل حاجه يا دكتور. لا المحاليل في الاوضه بسرعه. خلاص خلاص يا عوض. لا اله الا الله. سامحني 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 يا لهوي يا عواطف. اختي يا محروس. يا بنت بتكلمي بلاش غباوه، بقول لك حادثه بسيطه وربك لطف، هتسيحي وتلم الحاره كلها. صح
سليمة ازاي يا محروس؟ انت مش بتقول انها هتبات في العيادة؟ ايه انت فاهمي؟ جت سليمة الحمد لله، جسمها ما فيهوش خربوش واحد، هي بس زي ما تقولي كده هبطانة واعصابها قفشت من الخضة، عمالة تحطرف باسمك، قلت اجيبك علشان تهديها لحد الصبح بس. يا حبيبتي يا تيفا. عوض انت جيت يا حبيبتي. عجبك كده يا اختي او صوتك الحياني ده هيخرب الدنيا؟ وانت فاكر يعني انك كانت هتفضل نايمه لغايه الصبح؟ دي كل نص ساعه بتفتح عينها وبتقول عواطف. انت يا بنتي ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي؟ الدنيا ما بقتش امان. جت ياما جت وبتحضر لنفسها لقمه تاكلها، نام انت بس. يا حبيبتي يا تيفا لو اعرف بس ايه اللي جرالك. ما تتهدي بقى يا بنتي، احنا ما صدقنا استجابت للمحلول ونامت. مش كنا نقلناها المستشفى ولا وديناها القصر العيني؟ مستشفى ايه بس يا حنان؟ ما هي قدامك يا اختي زي الفل. بس ما بتتحركش وبتاخد نفسها بتضليه. ما هي اصلا بصراحه واخده مهدئات تنيم جبل، عايزاها يعني تتمطع قدامك. انا بصراحه بقى موضوع الحادثه ده مش داخل دماغي، ده التوك توك تحت ما فيهوش الهوا. حادثه اللي تفطسها الفطسه دي طول عمرها زي الوحش يا رضا. خبر اسود عليه العوض ومنه العوض، ده احنا عايشين في غابه. تالي بتقوله ده محروس؟ بس وحدات ان انا يا شيخ ولا كانك سمعت حاجه ولا كان قلت اي حاجه. الله يكرمك. ما قلتش اي حاجه ازاي؟ مش فاهم يعني انت ازاي لحد دلوقتي ما تبلغش البوليس؟ بص بس يا دكتور، امال انا جايبها لك ليه ومستحلفك ان انت ما تودهاش مستشفى؟ علشان السيم والجيم والعفريت الزرق دي. وفيها ايه بس يا بني ادم دي؟ فيها يا دكتور؟ لا فيها كتير. فعلا البنت الغلبانه دي ما تملكش في الدنيا غير سمعتها وشرفها، لو خسرتهم الموت بقى يبقى اهون عندها من الزول اللي هتشوفه. ايوه بس هي مالهاش ذنب في اي حاجه يعني، دي ضحيه لشويه كلاب. يا باشا مين اللي بيفهم ولا مين اللي بيفكر؟ هي الناس دماغها كده، اتربوا على كده وهو ده اللي فاهمينه، ان طالما البنت اتلبست تبقى لا مؤاخذه معيوبه والعار هو بقى اللي طيرها. بس يا دكتور ملعون ابو الجهل يا شيخ، صدق بالله. لا اله. انا كنت متاكد انها مش حادثه عاديه، كنتش فاكر الموضوع بالبشاعه دي. قدر اللطف يا دكتور، قدر اللطف يا عم على كل حال. المهم نطمن عليها بس. اطمن، انا اديتها مهدئات هترخى اعصابها وهتبقى تمام الصبح، وانا هتابع معاهم بالتليفون، هخلي رضا وحنان معاها. يلا يلا بينا عشان. يلا بينا فين؟ يلا بينا هنمشي. نمشي فين يا دكتور؟ انت حضرتك هتروح على فين؟ يا سيدي ما تقلقش ما تقلقش عليا، القهاوي واللوكندات ماليه البلد. قهاوي؟ لا يا دكتور ده كلام. لا اذا يعني اذا مصر يعني انك انت تمشي لمؤاخذة يبقى احنا ندبر لك احسن مكان، ولا يعني ده احنا شايفه دماغنا يا دكتور. في ايه يا محروس؟ ده كلام برضه، ما تقلقش عليا انت بس. عواطف؟ ازاي يا محروس؟ دي لسه نازله من عندي دلوقتي. كمين يا عم غزال، كمين ومنصوب لها من بدري. انت عارف ان العيال واد هارون دول مسيطرين على العيب الوسخ ده، بعتوا حد يسحبها لحد جوه وبعد كده قفلوا عليها علشان يهبشوها بقى. ايه ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الدنيا جرى فيها ايه؟ الدنيا ما بقتش دنيا. وطالوها يا محروس؟ طالوا البيت؟ ما لحقوش يا عم غزال الحمد لله، ما تقلقش. عواطف سليمة وزي الفل، تصدق بالله لولا السبع ده كانت راحت في داهية. وانت عرفت ازاي يا محروس؟ وصلت لها ازاي؟ انت مش كنت عند الباشا الزفت ده؟ ربك بقى لما يلطف يا عم غزال. لقيته هو لوحده ذات نفسيته كده، هو بيطلق سراحي وقال لي روح يا محروس وخد لك اجازه وتعالى بعد بكره.